القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، وإليكم أبرز العناوين. جمعة ختام الصوم، الرئيس وبن زايد حلول سياسية لأزمات المنطقة، الداخلية تقاضي رويترز، عودة طائرات جدة بسلام. وإليكم تفاصيل النشرة. كل عام والمصريون بخير، فقد صلى قداسة البابا توادروس الثاني صلاة سر مسحة المرضى القنديل العام بدير الشهيد ماري جرجس للراهبات بالإسكندرية، ثم قداس جمعة ختام الصوم. وتحدث البابا خلال لايضة حول عناد الإنسان ومقاومته لصوت الله، محذرا من الوقوع في فخ الرفض المستمر الذي يقود الإنسان إلى الهلاك والخراب، لذلك لا يعرف التواضع طريقا لقلب الشخص المعاند. يجب التوصل إلى حلول سياسية وسليمة لأزمات المنطقة، فقد قالت وكالة الأنباء وما الإماراتية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته إلى القاهرة التحديات الأمنية التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة والعنف والتطرف وأعمال الجماعات الإرهابية، وأكد أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً أمام التهديدات والتدخلات الخارجية التي تهدف إلى تقويض أسس الاستقرار والأمن في المنطقة العربية. شباب مصر على قدر المسؤولية، فقد أكد لواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال حضوره الاحتفال بيوم المجند أن ما شاهده من روح معنوية عالية للمجندين والمستوى التدريبي المتميز يثبت أن الشاب المصري يتحلى بالإصرار على مواصلة العطاء وبذل كل الغالي والنفيس لرفعة الوطن وحفظ أمنه واستقراره. على جانب آخر، حررت وزارة الداخلية محضراً ضد مدير مكتب رويترز بالقاهرة لنشره أخباراً مغلوطة هدفها خلق التوتر بين مصر ودول أوروبية. وكشفت التحريات أن أحد موظفي رويترز أرسل رسالة لهاتف رئيس مباحث قسم الأزبكية جاء فيها أنه تم القبض على ريجيني وحجزه بقسم الأزبكية وتم ترحيله إلى مبنى أمن الدولة بلازولي. وبالفحص تبين أن الرقم يخص موظفاً في رويترز. وبعدها نشرت الوكالة خبراً مغلوطاً يؤكد تعذيب ريجيني واحتجازه وهو ما كذبته داخلية على الفور. عودة الطائرة المصرية القادمة من جدة بسلام، حيث أوضح صفوة مسلم رئيس شركة مصر للطيران أن برج المراقبة بمطار القاهرة تلقى إشارة من مطار جدة بالعثور على جزء من إحدى الإطارات يشتبه في كونه قد سقط من طائرة مصر للطيران، فتم إعلان حالة التأهب لاستقبال الطائرة واستدعاء فرق الحماية المدنية، لكن تبين أن الطائرة سليمة وأن الجزء الموجود بمطار جدة لا يتبع للطائرة المصرية. أعلنت هيئة الإسعاف بوزارة الصحة عن إصابة 21 حالة، منهم 19 أجنبياً واثنين من المصريين في حادث تصادم كان مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، فتلقى إخطارا من غرفة عملية الإسعاف يفيد بتصادم أوتوبيس سياحي مع سارة نقل بطريق الزعفران راس غارب. إلى هنا انتهت نشرتنا، والآن مزيد من الأخبار في نشرة تفصيلية، نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.